قبل كل شيء نزال اشترك بالقناة، هذا هو، اضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو، فعل الجرس حتى ما تروح أي فيديو حالك. بدي أقول شكرا لكل حدا عم بتابعني وعم حط لي لايك، ورح أقدم لكم اشي بتحبوا، وإذا عندكم أي فكرة برجع بقولها ودايما بقولها، قولي إياها بخرط التعليقات تحت حتى أشوفها. سلام، مرحبا اصدقائي، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. طبعا بتمنى لكم قريب الموضوع، فيديو اليوم مقلب رح اعمل بكل الشباب. طبعا اليوم نحن رايحين لبرات البيت، رح نقضي يوم كامل بدون ام بدون اب، عندي سبيكر صغير ورح نروح واخوف الشباب وقت النوم، مش هلا. فاكيد رح صور لكم كم لقطه لما نروح، لما نوصل، لما شو رح يصير معنا. فخليكم، خليني هلا نروح سوا ننزل لتحت. الشباب ما بيعرفوا اني عم صور فيديو، انا هلا حاليا رح انزل لتحت ورح احاول قدر الامكان اني صور بدون ما يحسوا. فالشغله الحلو انه انا وماريا رح نروح بالباص والشباب رح يلحقونا بالبسكليت. اوكي، نحن طالعين بعد شوي، ونحن باصنا رح تكون الساعه 9:30. ف ما بعرف شو رح يصير لي، ما بعرف، لانه ما خط رأي حدا بهذا الفيديو. لان بالعادة اذا بدي اعمل فيديو بقول رح اعمل هيك، شو رأيكم، بسألوا اكتر من شخص. فبهالفيديو ما عم بسأل حدا، شغلة مهمة رح اخبركم، بتمنى منكم تضغطوا على هذا الاشارة اللي هون، تعملوا مشاركة لكل رفقاتكم لحتى نقدر نوصل لعدد كبير. وبدي اقول اني انا بحبكم خيرات الله، وانا فيكم بكبر. اليوم الشباب هون عم جهزوا حالهم، بس بدي احاول اخبر عنهم واقول اني عم بصور ستوريات. هيا حاليا نحن جينا على المطعم حتى ناكل اللقمة. حاليا الساعة رح تصير 9 والباص تبعنا الساعة 9:30. فخليكم معي، ما انكم شايفين هذا هو حالة روي حلبي لما يشوف بنت حلوة. روي، أنا جوان حبيبي. أخذ رقمة. الله عليك، بسرع يا روي. أصعب شعور رجعت صارت معي. روي كان عم بياكل، بأمان الله أنا راح أجيب المي وأرجع، برجع بلاقي روي ما فيه. حبايب قلبي، أنا عفت الشباب وراي، وحاليا عم بصور لكم الطريق. مثل ما انتم شايفين احنا قربنا نوصل، فخليكم معي. شوفوا الاغراض اللي جايبينه نحن، كل هالاغراض. انستغرام، this is my story in the Instagram. هاي وصلتنا على كومونيسيا. 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 بس شايفين على الطريق، هالطريق الاسود، النزله اللي نزلناها كلها بهالطريق. فرح نمشي اكثر من 25 دقيقة، نص ساعة رح نمشي من هالطريق. مثل ما انتم شايفين. فخليكم معي. والله. حلفت والله، على كل حال رح نمشي ونشوف. احنا وصلنا وحاليا الشباب صاروا وراي، انا بحجة الشباب الباقيين اللي جايين بالبسكليت لحتى اروح اجيبهم، لانه بعرف هالطريق انا. فبحجة انه اروح اجيب الشباب وارجع، قلت خليني اصور الفيديو. ف بس حاب اخبركم نحن وصلنا. انتم صار لنا سنة مو شايفين بعض. حبايب قلبي، مثل ما انتم شايفين اجيت على المطعم، شباب اكلوا فروج وانا نوتيلا. شوفوا هون النوتيلا، لا وحدة ولا تنتي ولا ثلاثة ولا أربعة. واو، خليني احرق قلبكم شوي.
العشاء مو طبيعي. العشاء مو طبيعي. ما بعرف إذا هو عم بفهم علي أو لا ما بعرف. Do you understand me? Do you understand me? Because I'm saying. وأخيرا thank you very much. ما بعرف كيف أوصف لكم شعوري لأني أخذت النوتيلا. فالزلمة هلا أخذ اسمي على اليوتيوب اللي يمكن يشوف الفيديو. فإذا هو عم يشوف الفيديو بدي أقول له thank you very much. أفكرستو بارابولي. Thank you very much for you. حبايب قلبي حسوا علي اني انا عم بصور فيديوهات لليوتيوب الفلاش بعيني. But he is scary. This is a place so beautiful. Amazing. It's amazing. Like chill. انا ما بعرف وين عم بروح. بخاف هلا ادخل بشي جورة. بدخل بشي جورة انا هلا. سيارات عم تجي وسيارات عم تروح. الحمد لله هذا الشيء كثير منيح لي لحتى يقدروا يساعدوني. كمان عم بحاولوا يشعلوا النار. شعل النار. شكرا لك جيلان. Thank you very much حبيبي. شغلوا النار جيلان. رح شغلنا الأرجيلة وهنيك عم بيزبطوا الخيمة. صحتي وبصحة روي. افتح. الله يديمها دايما للفتح. 2 hours later. للناس اللي عم تسألني انت بتدخن؟ انا ما بدخن بس بشرب ارجيلة. فيا حبيب قلبي هلا قاعدين كلياتنا سهرانين ما في غير هذا الضوء عم بصور فيه. غيرت لبسي وهلا قاعدين كلياتنا عم نفصفص بزر عم ناكل. شباب كلهم برا انا لحالي بهالخيمة الصغيرة. مثل ما انكم شايفين شباب نصهم نايمين ونصهم فايقين. مثل ما انكم شايفين ما عم بيبين شي بس انا حاولت مقلبهم كلهم صاروا يضحكوا علي وقاموا من مطرحهم وكل واحد راح على خيمته لحتى ينام. Tomorrow. صباح النشاط. صباح كل شيء حلو. فقت مسكت الكاميرا لسه ماني غسل وشي ماني عامل اي شيء. فون كاميرا خبركم واتصبح عليكم. صباحكم بانوار النبي. كسرنا تكسير مش طبيعي. نزلنا المطر. خليني اصورلكم. هي كانت خيمتي مع 3 أشخاص. خيمة تانية أكبر خيمة اللي طول كلهم راحوا لهون. شو هيدا المنظر؟ شو هيدا يا عمي؟ مش هيك النومو. وهي خيمة صغيرة هون كمان ناموا فيها 3 أشخاص. يعني خيمتي وسط هي أكبر وحدة وهي أصغر وحدة. وحاليا فايقين وأنا عم شرب قهوة. رح نشغل النار هون أنا ودميا. وطبعا حبايب قلبي هاد هو تاني يوم مثل ما كنتم شايفين. قمنا واكلنا وفطرنا وطلعنا نمشي وهلا راجعين نضب اغراضنا وراح نروح. ف شو رايك بالمقلب استاذ روي؟ اساس احمد حمود الطبخ بس بربك ما خبر عامل لك احمد طفي السوق. لكن انا عم بدي اعمل مقلب بس سوش حق علي اني انا خبرت روي. روي خبر تاني وتاني خبر اذاعه لندن
اذا بتعرفوا الزعتر. المشكله مو هيك، المشكله يا صاحبي انه انت لما كنا انا وانت ورابر نايمين بالخيمه، ايه انت شغلت الصوت، ايه وانا عم اقول لك يا احمد قوم طفي الصوت. انا فشلت بالمقلب، ما قدرت اعمل المقلب نظامي لانه وقت اللي قمت وشغلت وعملت روي حس علي وقال لي احمد طفي الصوت. انا راح اوعدك خلص وعد، راح نعمل مقلب بس خطير. هلا راح نضب الغيام وراح نضب اغراضنا، بتمنى منكم تدعموني، بس تكبسوا على زر المشاركة، تنشروا هذا الفيديو لكل اصدقائكم على الفيسبوك، انستغرام، فايبر، تيليجرام، سناب شات، وين ما بدكم انشروا هذا الفيديو، خلينا نوصل لعدد اللي بدنا اياه وخلينا نكبر سوا. وطبعا لا تنسوا انا فيكم بكبر. جايلان جايلان بيت راي كمان اخذونا. شعور بايخ. شعور معكم. شعور معكم بويخ. شعور عن جد لا يوصف. سلام، مرحبا اصدقائي، كيف حالكم شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. صور فيديو هون، شيء هي هون عم تقول هلو هاي تيري.